أعلن اتحاد الكرة المصري تولي البرتغالي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر بعد فترة غير مرضية للجماهير المصرية تحت قيادة حسام البدري. كيروش مهمته صعبة لأن عنده أقل من شهر قبل مواجهتي ليبيا، منتخبنا بيحتل المركز الثاني بأربع نقط خلف المنتخب الليبي المتصدر بالعلامة الكاملة. كارلوس كيروش أو كارلوس كيروس بالبرتغالية 68 سنة، لعب كحارس مرمى في موزمبيق والبرتغال، بعدها قرر يعتزل ويبدأ مسيرته التدريبية سنة 1988 بتدريب المنتخب البرتغال للشباب، وفاز معاهم بكاسين عالم، بعدها درب سبورتنج لشبونة وفاز معاهم ببطولتين كاس البرتغال سنة 95 وكاس السوبر في نفس السنة. قبل ما يبدأ مسيرته مع منتخبات سنة 1999 تولى منتخب الإماراتي، بعدها درب السعودية ودرب جنوب أفريقيا في كاس الأمم الأفريقية سنة 2002 وصعد بيهم لكاس العالم 2002، لكن مشي بعد الصعود مباشرة بعد خلافات مع الاتحاد الجنوب أفريقي وقتها. بعدها اشتغل كيروش مع الأسطورة أليكس فيركسون كمساعد في مانشستر يونايتد لمدة سنة، بعدها جاله فرصة ذهبية لتدريب ريال مدريد وضربهم لمدة موسم وفاز معاهم بكاس السوبر الأسباني، لكن ما قدمش دوري متميز وتعرض للإقالة. بعدها رجع مساعد لأليكس فيركسون في اليونايتد لمدة 4 سنين كاملة. سنة 2008 قرر كيروش يرجع الراجل الأول مرة تانية عشان يقود البرتغال في تصفيات المونديال 2010، وصعد بيهم لمونديال جنوب أفريقيا بعد ملحق أوروبي مع البوسنة، وتأهل من المجموعات في كاس العالم لدور 16 وخرج قدام أسبانيا اللي توجت بعد كده ببطولة كاس العالم. بعدها تولى تدريب منتخب إيران لمدة 8 سنوات كاملة، خلق جيل كبير من اللاعبين ودربهم في كل البطولات، كاس آسيا، تصفيات كاس عالم، كاس عالم 2014 و2018، وقدم مونديال ممتاز في روسيا، اتعادل مع البرتغال وفاز على المغرب واتغلب بالعافية 1-0 من أسبانيا، وأنهى مشواره بعد الخروج فقبل نهائي كاس آسيا أمام اليابان 3-0، وودع وقتها تدريب منتخب إيران. بعدها قرر كيروش يخوض تجربة جديدة بتدريب منتخب كولومبيا وصعد بهم لكوبا أمريكا 2019، لكنه خرج من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام شيلي، وبدأ معاهم تصفيات كاس العالم 2022 لكنه تعرض للإقالة بعد الهزيمة ماتشين ورا بعض، الأولى على أرضه أمام أوروغواي 3-0، والتانية هزيمة تقيلة جدا أمام الإكوادور 6-1، وده كان آخر مباراة لكيروش في 18 نوفمبر 2020، وبعد 10 شهور يتم تعيينه مدير فني لمنتخب مصر. خلال مسيرة كيروش التدريبية درب أبرز نجوم العالم زي زيدان ولويس فيجو وبيكهام وسلجادو وراؤول وكاسياس وروبرتو كارلوس ورونالدو الظاهرة وسولاري وناني وكواريجما وكريستيانو رونالدو وبيبي وديكو. بتعتمد فلسفة كيروش على الأسلوب الدفاعي في الأساس، لكن الفرق بينه وبين كوبر مثلا أنه عنده تحولات هجومية قوية جدا. يعني لو استعرضنا أرقامه مع إيران اللي ممكن تكون تجربتهم مشابهة لينا، هنلاقي أن في خلال 97 مباراة فاز في 60 وتعادل في 24 وتهزم في 13، سجل كيروش 189 هدف واستقبل 65 وخرج بشباك نظيفة في 54 مرة، يعني نسبة 55% من مبارياته. في المقابل دكتور كوبر خلال تدريبه لمصر خد 38 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وتهزم في 20، سجل 53 هدف واستقبل 31 وخرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بنسبة 44% من مبارياته. في الواضح من الأرقام والنسب دي هنلاقي هي إجادة الدفاع بشكل جيد وإجادة التسجيل، معدل تسجيل كيروش 1.95% في المباراة مقابل 1.3 لهكتور كوبر، وضعا في الاعتبار سهولة نسبية لإيران في التصفيات إن تصفيات آسيا أسهل شوية من تصفيات أفريقيا، عشان كده عملنا مقارنة تانية بين الاتنين على مستوى بطولات كاس الأمم وكاس العالم، وكانت الأرقام برضو في مصلحة كارلوس كيروش. اعتمد كيروش مع إيران على 4-2-3-1 وغيرها بعدها ل 4-1-4-1، فبالتالي ده بيوضح لنا اعتماد كيروش على رباعي في الخلف. في وسط الملعب بيعتمد كيروش على لاعب وسط دفاعي واحد كان قبل كده عميد إبراهيمي، ثم في النهاية سعيد عزة الله، مع وجود ظاهرين عندهم قدرة هجومية كبيرة على الزيادة ولعب كرات عرضية مع إعطاء الحرية للثنائي الوسط للدخول للعمق مع الجناحين، والمهاجم والجناح مع كيروش لازم يكون عنده قدرة للدخول للعمق والتسجيل، يعني الفريق بيهاجم بسبع لاعبين مع ثبات قلبين دفاع ولاعب الوسط المدافع. كيروش عنده ميزة كبيرة في الضغط على الخصم اللي بيكون من متوسط إلى عالي مع وجود تعليمات بالضغط في التلت الأخير،
وقدر منتخب إيراني يسجل أكتر من هدف خلال تصفيات كأس العالم وكأس آسيا بنفس الشكل. لعيبة كتير تألقوا مع كيروش زي زردار أزمون المهاجم ومهدي طارمي الجناح وعلي غولي زادة الجناح. كيروش بيحب المهاجم قوي البنية اللي بيجيد الضغط وبينزل يستلم في البوكس، ويمكن ده موجود أكتر في مصطفى محمد عنه في محمد شريف، وبيحب الجناح المهاري السريع اللي بيخش للعمق وبيجيد التسجيل وبيقدر يعمل سويتش وكرات عرضية وبيعكس مكانه، ده طبعا موجود في صلاح وتريزيجيه وبيقل شوية مع رمضان صبحي وزيزو. أما طارق حامد هيحجز مكان أساسي مع كيروش، لأننا زي ما ذكرنا بيميل لوجود لاعب وسط مدافع بشكل واضح. أما بالنسبة للظهرين فكيروش بيميل للمدافع اللي بيزيد كتير لقدام، وده موجود في أحمد فتوح على الشمال، لكن على اليمين في الوقت الحالي في مشكلة في مصر في المركز ده، ممكن أكرم توفيق ما يلاقيش مكان خاصة أنه دفاعيا أقوى منه هجوميا. الخلاصة أن اختيار كيروش اختيار موفق مع تشابه الظروف المحيطة لمنتخب إيران ومنتخبنا الوطني، وكل ده هيبان بشكل واضح في مواجهتي ليبيا الشهر الجاي. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني في الوصول لقطر 2022.